السلام عليكم ورحمة الله. في هذه الحلقة سنتحدث عن عطر أنتج كإهداء أو كاحتفاء بالنيل. ابقوا معنا كي تعرفوا هذا العطر وتتعرفوا على مكوناته. في تقديمنا لهذا العطر أنه إهداء للنيل. نحن مع عطر أنجارلس شغل النيل من دار أغماس. أنتج هذا العطر سنة 2005. أنتجته الدار، وكان المصمم لهذا العطر هو جون كلوب إلينا. جون كلوب إلينا الذي تعرفونه كان مصمما حصريا لهذه الدار، لكنه اليوم غادرها وجاءت عوضه كريستين نيجر. هذا العطر كما قلنا أصدر سنة 2005، وهو زهري فاكهي وينضم تحت مجموعة الجنان أو الحدائق لا كوليكسيون دي جاردان، التي تضم 5 عطور أصدرها جون كلود إلينا بالإضافة إلى عطر أصدرته كريستين نيجر. حتى نصمم أو حتى نتحدث أكثر عن حول هذا العطر، ندخل إلى مكوناته. مكوناته، وأقرأ عليكم دائما من فراغرانتيكا بيس نوتس وموقع الدار، إن كان هنالك اختلاف في المكونات. مقدمة هذا العطر هي الجريب فروت، الطماطم، الجزر، وأيضا هنالك المانجو أو المانجو الأخضر. القلب هنالك اللوتس، هنالك البرتقال، هنالك الورد الصيني أو البوني كما يقال له، والبردي. في حين أن القاعدة تتكون من المسك، السوسن، العدان، البخور والقفر. هذا العطر هو من تركيز أو دو تواليت، لكنه إذا قمت برشه حول جسمك في هذه، خصوصا في هذه الظروف الحارة في هذا الصيف، فإنه سيبقى مدة طويلة وستشعر وكأنك محاط بهالة من هذه المكونات، خصوصا المانجو والطماطم والورد. ستشعر وكأنك فعلا وحقا في رحلة إلى النيل. حتى أن بعض المنظمات الخيرية قامت بإصدار بلاغ إلى وزارة السياحة المصرية تطلب منهم أن يقوموا بإهداء هذا العطر للسياح الذين يأتون لمشاهدة مصر. فهو احتفاء بمصر واحتفاء بالنيل، ولا أجد وصفا أفضل من أن أقول إنه فعلا جاردان سور النيل أو جنة على النيل إن صح الوصف. البخاخ يعمل كما ترون بشكل رائع، حيث يوزع العطر بشكل متساوي، والبداية رائعة هائلة، تشتم المانجو والطماطم. بالنسبة لي هذا العطر خاص بالمناسبات، خاص بفصل الصيف، خاص بالمناسبات المرحة، حتى اجتماعات، حتى مقابلة العمل يمكنك أن ترتدي هذا العطر. لماذا؟ لأنه سيف أو سليم، لا يصدر ضجة عطرية حولك مثلما يصدرها أو تصدرها بعض العطور. البرفورمانس أو أداء هذا العطر قوي، رغم أنه من تركيز كما قلنا الأوتو تواليت. لا ننسى أن هذه دار هيرمس، فبالتالي مكوناتها نوعا ما راقية وأداء عطورها قوي. لمن يصلح هذا العطر؟ يصلح للشباب ويصلح للفئة العمرية التي تفوق 30 سنة من الجنسين، لأنه صالح للارتداء سواء للرجال أو النساء. رغم أنني في اعتقادي أعتقد أنه يميل نوعا ما نحو فئة الرجال لمكوناته القوية. على أي هذا العطر كان أعتقد أنه العطر الثالث في هذه المجموعة، أصدر سنة 2005، وقد أنتجت حوله الكثير من الأعمال الفنية. هناك كتاب سوف أضع لكم رابطه تحت، أصدر بعد عامين من صدور هذا العطر، يتحدث عن هذه التجربة التي خاضها جون كلود إلينا في تصميمه أو في ابتكاره لهذه العجوبة العطرية. أيضا هذا العطر يشبه إلى حد كثير عطرا صدر مؤخرا لدار فريدريك مان. جونكي
سور لا بلو او جون كي سو لا بلوي عفوا، وهو من نفس المصمم الذي قلنا انه غادر دار ارمس. هذه ببساطة كل المعلومات التي يمكنني الحديث عنها حول هذا العطر. امتلكته وفرحت أنني فعلت، وأطمح إلى استكمال هذه المجموعة خاصة التي أصدرها جان كلود إلينا. أمتلك لحد الآن 3 عطور من هذه المجموعة وأطمح إلى إكمالها، وأنا سعيد بأن هذا العطر قد صار ضمن مجموعتي. لذلك في المرة المقبلة سوف أقوم بإصدار تقارير أخرى عن العطور التي تنضوي تحت هذه المجموعة، فتابعوني. وإن كانت أول مرة تشاهدون في هذا الفيديو فلا تبخلوا علي بالاشتراك وتفعيل الجرس حتى تتوصلوا بجميع فيديوهاتي وتقاريري حول العطور وكل ما يخصها. حياكم الله وإلى لقائنا.